بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والذين اتبعوهم بإحسان، وعلينا وعلى ذوينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا، رب تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. طيب، لدينا رواية وشرح الحديث الأول من كتاب الأربعين النووية، فالحديث الأول أرويه بالسند المذكور في أول الدرس من الدرس الأول. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رضي الله عنه، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنه في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. طيب، هذا الحديث حديث مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث شأنه عليم، يصدق عليه ما ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه في مقدمته عن أحاديث كتابه، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. يصدق على هذا الحديث هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله بكل معنى الكلمة، يصدق عليه. نقرأ بعضا مما قاله الأئمة في هذا الشأن.
نعم. الله. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. الله. نعم سنقرأ. وهذا الحديث ابتدأ به المصنف كتابه هذا اقتداء بالسلف. ذكر الإمام ابن حجر الهيثمي رضي الله عنه في شرحه فتح المبين ابتدأ به اقتداء بالسلف فإنهم كانوا يحبون ذلك تنبيها للطالب على مزيد الاعتناء والاهتمام بحسن النية والإخلاص في الأعمال. هكذا ذكره في فتح المبين. السلف الصالحون يحبون ابتداء الكتاب المصنف بهذا الحديث تنبيها للطالب على مزيد الاعتناء والاهتمام بحسن النية والإخلاص. هذا كما يكون تنبيها للطالب كذلك يكون وعلا لنفسه أيضا. ذكر الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه في شرحه هذا شرح الأربعين حديثا النبوية للإمام ابن حجر الأسقلاني. لكن هذا الكتاب لا يزال يطبع منذ مدة باسم منسوبا إلى الإمام ابن دقيق الليدي رحمة الله عليه. فمحقق هذا الكتاب ريال منسي العيسى عبد القادر مصطفى طه وما حقق أن هذا الكتاب ليس منسوبا إلى ليس للإمام ابن دقيق الليدي رحمة الله عليه بل هو لابن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه استدل بأدلة. نعم. أيضا الأسقلاني رحمه الله قال واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث. نعم ليس المصنفات فقط بل كما قال العلماء هذا يستفتح يعني المصنفات وكذلك الوعظ والدرس والإرشاد وكتابة المقالة وكذلك كل أمر يبدأ. لماذا؟ إرشادا لنفسه أن يخلص النية وإرشادا للطالب والسامع أن يرشد أن يخلص النية ويصلحها. نعم. قال الهيثمي رحمه الله فإنه روحه الذي به قوامها وبفقده تصير هباء منثورا. نعم إخلاص هو روح الأعمال الذي به قوامها قوام الأعمال بهذا الإخلاص وبفقد الإخلاص تصير هباء منثورا آفة عظيمة. الله. ثم قال الأسقلاني رحمه الله ممن ابتدأ به في أول كتابه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله. نعم فإذا الإمام بخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث في أول صحيحه اقتداء بهذا الحديث بهذا الاستحباب. نعم اقتداء بالسلف الصالح. الله. نعم ثم هذا الحديث
حديث مشهور بالنسبة إلى آخره غريب بالنسبة إلى أوله. حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينجحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث روي بألفاظ مختلفة. فيما أعلم روى الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في سبع مواضع من صحيحه في سبعة أبواب. نعم. فإذا هذا الحديث مشهور بالنسبة إلى آخره غريب بالنسبة أوله. ما معنى قول الأسقلاني رحمه الله هذا؟ لأنه لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص رضي الله عنه، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي رضي الله عنه، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه. ثم اشتهر بعد ذلك فرواه أكثر من 100 إنسان أكثرهم أئمة. نعم. فإذن في آخره يعني في آخر السند في جانب الصحابة والتابعين هذا حديث غريب، لكن بعد هذه الطبقات طبقة الصحابي عمر بن الخطاب ثم علقمة ثم إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي ثم يحيى بن سعيد الأنصاري بعد أربع طبقات اشتهر يعني من الطبقة الخامسة. نعم. لكن ذكر هنا أشكلاني هيثمي رحمه الله رواه من الأئمة الحفاظ فوق 300 نفس وقيل 700 عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه عن محمد بن إبراهيم التيمي ولم يرويه عنه غير الأنصاري عن علقمة ولم يرويه عنه غير التيمي. نعم. وهذا الحديث لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عمر رضي الله عنه، لكن ذكر هناك ابن حجر الهيثمي رحمه الله وهذا روى عنه غيره من الصحابة لكن ليس بطريق صحيح. قال ابن حجر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دون غيره، لم يقل غيره. إذ لم يروي هذا الحديث غيره من طريق صحيح. نعم. فإذا رواه غيره لكن ليس بطريق صحيح. هذا نقطة مهمة أشار إليها هيثمي رحمه الله. وإن رواه نحو 20 صحابيا، هذا الحديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 من الصحابة لكن ليس بطريق صحيح. وإن أجمعوا على صحته. نعم. وهذا الحديث مجمع على صحته، فرد غريب باعتبار أوله، بل تكررت الغرابة فيه 4 مرات. نعم. هذا الذي قلت يعني في الطبقات الأربعة. ثم هذا عن أمير المؤمنين، من الذي سمي أولا بأمير المؤمنين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو سمي أولا بأمير المؤمنين، لكن هذا ليس على العموم بل من الخلفاء، أول من سمي به من الخلفاء لاستثقالهم خليفة خليفة رسول الله، لأنه خليفة أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا، يعني لو استعمل في حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة رسول الله لا يكون صحيحا. لماذا؟ لأنه خليفة أبي بكر
فإذا ينبغي أن يطلق خليفة خليفة رسول الله، فإذا هذا ثقيل، لأجل ذلك لم يقولوا هكذا بل قالوا أمير المؤمنين. نعم، لكن هذا ليس مطلقا. لماذا؟ فقد سمي به عبد الله بن جحش رضي الله عنه حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم على السرية التي أرسلها أول مقدمه المدينة، وفيها أنزل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم، فإذا عبد الله بن جحش رضي الله عنه سمي بأمير المؤمنين. نعم. لكن هذا أحمد الأحسائي قال في شرحه فتح القوي تأويلا آخر: أول من سمي بذلك عمر بن الخطاب، أي على العموم. لماذا؟ ليخرج عبد الله بن جحش، فإنه سمي به على الخصوص في ولايته على سرية 12 رجلا، وقيل 8. نعم، فإذا هذا يقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين بالعموم، يعني لجميع المؤمنين. أما عبد الله بن جحش كان أميرا بالنسبة إلى أعلى ذلك الجيش فقط، هكذا تأويل الآخر. ثم كنية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو حفص. من كناه؟ كناه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع شراه قالوا هذا كناه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كان سبب ذلك ما رآه عنده من الشدة والقوة. ما معنى حفص؟ حفص أسد. فإذا لما نسب إلى الأسد؟ لأنه شديد كالأسد، قوي كالأسد، شجاع كالأسد. لذلك يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجع قوته وشجاعته وشدته في أمر الدين، لذلك سماه بها، كناه به. نعم. ثم ذكر يعني أحمد الأحسائي مما يدل على شدته وقوته ما رواه زيد بن أسلم عن النبي رضي الله عنهما أنه قال: رأيت عمر رضي الله عنه يمسك أذن فرسه بإحدى يديه ويمسك بالأخرى أذنه ثم يثب حتى يقعد عليه، هكذا كان يركب الفرس ويأخذ بأذن الفرس يثب هكذا حتى يقعد عليه، هذا شدته قوته. هكذا كثير يعني ورد في حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم يهاجر أحد علنا، لم يهاجر أحد علنا، بل كل هاجر خفية. يروى عن علي رضي الله عنه قال: ما علمت أحدا هاجر إلا مختفيا عدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتكنب قوسه وقبل على يده سهما وأتى الكعبة وأشراف قريش بفنائها، يعني حلقة حلقة جالس، فطاف سبعا ثم صلى ركعتين عند المقام أدى يعني وأدى طواف الوداع هكذا، طاف صلى ركعتين عند المقام، وهؤلاء كل يجلسون هناك لا يجتري واحد للطواف حينما يجلس القريش هكذا بفناء الكعبة. ثم ماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ثم أتى حلقهم واحدة واحدة، حلق قريش واحدة واحدة، جاء فقال: شاهدت الوجوه، من أراد أن سكلته أمه ويؤتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، فليلقني وراء هذا الوادي، يعني هذا حرم، لذلك المقاتلة لا يجوز هنا، لذلك من يحب هذا فليأتني ورائي إن شاء الله نقاتل نحارب وراء هذا الوادي. ثم ماذا حدث؟ ما تبعه منهم أحد، ما شاء الله، الله أكبر، همته هذا هو. لأجل ذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكناه بأبي حفص. نعم. ثم
الله. نعم. ثم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إنما للحسر هنا كان بحث طويل بالنسبة إلى معنى إنما، لا أريد يعني أن ننقل. ثم الأعمال بالنيات، ما المراد بالأعمال؟ الأعمال يعني لغة أن الأعمال حركات البدن، فتدخل فيها الأقوى ليلة. حركات البدن هي الأعمال، تدخل فيه فيها الأقوى ليلة. نعم. نعم. ثم لكن لا يتناول أفعال القلوب. ثم لذلك النية لا تحتاج إلى نية. ثم بالنيات، ما معنى النية؟ أصل نية نبية كسيدة هكذا. النية والقصد وهي عزم القلب شرعا قصده المقترن بالفعل، لكن إلا في الصوم ونحو الزكاة للعسر. لأن النية قصد مقترن بالفعل ليس مجرد القصد، ذلك ينبغي أن تكون النية الشرعية مقترنة بأول كل عمل. نعم. إنما الأعمال بالنيات، يعني هذا الصحة، هكذا الكمال عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الوسائل ليس في المقاصد. عنده فرق بين اشتراط النية في الوسائل والمقاصد من العبادات. نعم. ثم ومطلق النية في كلامه صلى الله عليه وسلم وكلام السلف والعارفين يراد بها غالبا تمييز المقصود بالعمل، تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده أو غيره أو مع غيره. فإذا ماذا، ما هو المقصود بعمله، بصلاته وصومه وصدقته، فكذلك يعني درسه وتعلمه، أي عمل كان. إذن من هو المقصود؟ مقصود هل هو الله وحده؟ نعم، لو كان فتمام الإخلاص والنية. أو غيره، لو كان غير الله أو مع غيره يكون هناك شرك خفي. نعم. فهي حينئذ بمعنى الإرادة، وبها عبر عنها في القرآن كثيرا نحو تريدون وجه الله تريدون عرض الدنيا، والفرق بينها إنما يأتي على المعنى السابق عند الفقهاء. ثم هذا الحديث كما ذكرت أولا يعني يصدق عليه ما ذكر الإمام النووي رحمه الله في الخطبة، يذكر ابن حجر الهيثمي رحمه الله في فتح المبين. ثم هذا الحديث قد تواتر النقل عن الأئمة بالتعليم موقعه وكثرة فوائده، وكثرة فوائده، وأنه أصل عليم من أصول الدين، أصل عليم من أصول الدين. No. ومن ثم خطب به النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري فقال يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات. وخطب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عائلا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه عائلا. فإذا هذا يدل على عظم شأنه وموقعه. وخطب به عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أيضا. ولذلك قال أبو عبيدة رضي الله عنه ليس في الأحاديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. نعم.
أجمعوا أغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث ليس حديث آخر. هكذا قال في شأنه أبو عبيدة رضي الله عنه. وقال ثم قال ومن ثم قال أبو داود رحمه الله إنه نصف العلم. كيف يكون نصف العلم؟ ووجهه أنه أجل أعمال القلب، النية أجل أعمال القلب والطاعة والطاعة المتعلقة بها. نعم أجل أعمال أجل الطاعة المتعلقة بها وعليه مدارها وهو قاعدة الدين. ومن ثم كان أصلا في الإخلاص أيضا. ثم أعمال القلب تقابل أعمال الجوارح بل تلك أجل وأفضل. يعني أعمال القلب أجل وأفضل بل هي الأصل فكان نصفا بل أعظم النصفين، ليس نصفا مساويا للنصف الثاني بل هذا أعظم النصفين. وقال كثير منهم منهم الشافعي رضي الله عنه إنه ثلث العلم. قال البيهقي لأنه كسب العبد لأن إما بقلبه أو بلسانه أو بجواره. لأن كسب العلم هذا في الكتاب خطون لأن كسب العبد إما بقلبه أو بلسانه أو بجواره. فالنية أحدها وأرجحها لأنهما تابعان لها صحة. يعني كسب العبد بلسانه وجواره تابعان للنية صحة وفسادا وثوابا وحرمانا لا يتطرق إليها رياء ونحوه بخلافهما. النية لا يكون فيها رياء يعني فائدة عليمة. الرياء يكون يعني بأعمال الجوارح وبأعمال اللسان هكذا، أما بأعمال القلب لا يكون رياء. رجل يحب الله ورسوله هل يستطيع أن يحب الله ورسوله رياء؟ لا. هل يمكن يعني الرياء بالنية؟ لا يمكن. نعم. ثم وقال الشافعي رضي الله عنه أيضا إنه يدخل في 70 بابا. يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب العلم. ثم هو قال ولم يرد به المبالغة. ابن هجر رحمه الله يقول لم يرد به المبالغة خلافا لمن وهم فيه، لأن من تدبر مسائل النية في متفرقات الأبواب وجدها تزيد على ذلك. 70 ليس مبالغة بل يزيد على 70. إذ تدخل في ربع العبادات بكماله وكنايات العقود. ربع العبادات يكون النية في جميع أبوابه ومسائله، كذلك كنايات العقود والحلول والإقرار والأيمان والظهار والقذف والأمان والردة. في هذه الأبواب كنايات وصريح. في الكنايات تكون النية وفي تعتبر النية. وفي الهدايا واللحايا والنذور والكفارات والجهاد وسائر القرب كنشر العلم وكل ما يتعاطاه الحكام. بل وسائر المباحات أيضا ليس في هذا بل في سائر المباحات أيضا. لماذا؟ إذا قصد بها التقوي على الطاعة أو التوصل إليها كوطئ بقصد إقامة السنة. رجل يجامع زوجته، المرأة تطاوع زوجها لأجل الوطئ، فإذا لو أراد بالوطئ إقامة السنة والإعفاف. رجل يريد إعفاف نفسه وإعفاف زوجته، الزوجة تنوي إعفاف نفسها وإعفاف زوجها أو تحصيل الولد. وفي تمييز العمد عن قسيميه كذلك عمد خطأ سهو، وكذلك كيف يتميز السهو والخطو هذا يعني بالنية، هكذا يعني أبواب كثيرة. نعم. لذلك ليس 70 مبالغة ولا مضبوطة. نعم. بل يزيد عليه. ثم قال إنما لكل امرئ ما نوى. أولا قال إنما الأعمال بالنيات، ثم بعده
قال إنما لكل امرئ ما نوى. امرؤ يعني يطلق على الرجل لكن هذا ليس قيدا. مرئ امرؤ هكذا لغتان. نعم مرئ امرؤ هكذا لغتان امرؤ أي رجل. ويقال فيه مرئ وفي المؤنث مرأة. امرأة مرأة مرأت نيلا هكذا. ثم قال أحمد الإحسائي وليس الحكم مخصوصا بالرجل بل عام له وللمرأة فالمعنى لكل شخص من الرجل والمرأة ما نوى. نعم لكل شخص من الرجل والمرأة ما نوى. فإذا ماذا تفيد هذه الجملة زيادة على ما سبق؟ هل هو تأكيد؟ أسقلاني رحمه الله قال قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الخطابي يفيد معنى خاصا غير الأول وهو تعيين العمل بالنية. تعيين العمل بالنية. فإذا أولا أفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الأعمال بالنيات إلى اشتراط النية لصحة العمل. ثم بعد ذلك أفاد شرطا من شروط النية. ما هو شرط لصحة النية؟ أن يعين العمل بالنية يعني هل يصلي ظهرا عصرا هكذا. ثم بعده قال أسقلاني رحمه الله قال الشيخ محي الدين. الشيخ محي الدين يريد به الإمام النووي رحمه الله فائدة ذكره أن التعيين المنوي شرط. إذن أولا بالجملة الأولى يستفاد اشتراط النية للعمل. ثم بالثاني يستفاد اشتراط تعيين المنوي. فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهما. ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك. لاقتضى أو أوهم ذلك يكون إيهام. فإذا ردا لهذا الإيهام ماذا أتى بهذه الجملة. ثم لما كان في تينك الجملتين نوع إجمال ذكر صلى الله تعالى عليه وسلم عقبهما مفرعا عليهما بعدما تضمنتاه زيادة للإله ونصا على سورة السبب الباعث على هذا الحديث. يعني هاتان الجملتان لأجل هاتين الفائدتين. ثم بعد ذلك قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم إذن لماذا عقب هاتين الجملتين؟ هذا الذي قال الجملتان الأوليتان يعني فيه نوع إجمال. فإذا فرع عليهما بعدما تلمنتاه لماذا؟ زيادة للإله. ثم ونسن على سورة السبب الباعث على هذا الحديث. ما هذا الباعث؟ وهي على ما روي. وإن قال بعض المحدثين لم نر له سندا صحيحا. من قال هذا؟ هذا ابن حجر الأسقلاني هو قال وهذا الحديث ورد على سبب وذلك أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس لا يريد بذلك فضيلة الهجرة فكان يقال له مهاجر أم قيس. نعم حافظ هكذا قال هنا ذكر في فتح الباري إلا أن الحافظ ابن حجر قال لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك.
يعني هذا قصة مهاجر أم قيس سنده صحيح، لكن ليس فيه أن حديث الحديث الأعمال سيق بسبب هجرة مهاجر أم قيس، هكذا ليس فيه. ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. نعم. ثم فإذا ليس فيه هذا، هكذا ذكر. لكن ابن حجر الهيثمي يقول نصا على صورة السبب الباعث على ذلك على هذا الحديث، وهي على ما روي، وإن قال بعض المحدثين لم نرى له سندا صحيحا، أن رجلا من مكة كان يهوى امرأة، يعني يحب امرأة تسمى أم قيس، فخطبها فامتنعت حتى تهاجر، فلما هاجرت إلى المدينة هاجر لأجلها، هي هاجرت أولا هو هاجر لأجلها، فعرّل به تنفيرا من مثل قصده فقال، فقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته للدنيا يصيبها بامرأة، هذا تعريل بهذا الرجل. نعم. الله. نعم. ما المراد بالهجرة؟ هجرة يعني مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة. مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام، لماذا؟ خوف الفتنة. خوف الفتنة في أي شيء؟ خوف الفتنة في دينه. لو بقي في دار الكفر يفتتن دينه، فتخليصا لدينه يهاجر إلى دار الإسلام. نعم. ثم وذكر أحمد الأحسائي رحمه الله، وفي معناه والهجرة من دار البدعة إلى دار السنة. ما شاء الله، فائدة مهمة جدا. الهجرة من دار البدعة، يعني هذا بلد أهل الأهواء والبدعة، لو بقي سني فيما بينهم يفتتن دينه ويفسد، لأجل ذلك يجب عليه الهجرة من دار البدعة إلى دار السنة. هكذا، وفي معناه الهجرة من دار البدعة إلى دار السنة. نعم. فإذا يخاف عليه أن يبتدع، لو بقي بين المبتدعين يخاف عليه أن يبتدع، فإذا يجب عليه الهجرة. نعم. هذا نقطة مهمة جدا. الله. ثم ووجوب الهجرة باق في هذا الزمان، هناك حديث لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح، بعد الفتح يعني بعد فتح مكة، لا هجرة. إذن هل يبقى وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار البدعة إلى دار السنة؟ نعم باق. ابن حجر رحمه الله يقول ووجوبها باق، هيثم يقول وخبر لا هجرة بعد الفتح المراد به لا هجرة بعد فتح مكة منها، بعد فتح مكة، بعد فتح مكة زادها الله شرفا، لا يقع حال يجب فيها الهجرة من مكة إلى غيرها. هذا معنى الحديث، لا هجرة بعد الفتح من أين؟ من مكة المكرمة، لا يكون هكذا حال، لأنها صارت دار إسلام، هذا هو تأويله. نعم. ثم هجرة له معنى آخر،
حقيقة الهجرة مفارقة ما يكرهه الله إلى غيره. هذا هو حقيقة الهجرة. فإذا ورد حديث المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. المهاجر من هجر يعني من ترك ما نهى الله تعالى عنه. نعم. فهذا أيضا هجرة. نعم. إذن ترك السيئات، هجر السيئات، هذا كما ورد في الجهاد، جهاد أكبر جهاد أصغر، كذلك هنا هجرة أكبر كبرى وهجرة صغرى. هجرة يعني من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، من دار البدعة إلى دار السنة هجرة صغرى. أما هجرة السيئات هي الهجرة الكبرى، نظير الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر. نعم. ثم إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فإذا هناك مشكلة يعني اتحاد الشرط والجواب. لا حلا لهذه المشكلة شرح ابن حجر رحمه الله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، هكذا جملتان تتغايران. ثم فليس الشرط هنا عين الجزاء، لأنهما وإن اتحدا لفظا اختلف معنا. ثم هنا أعاد فإذا هنا أولا قال فهجرته إلى الله ورسوله، ثم ثانيا قال أو ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هكذا غير. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، نظير الجزاء الأول. لماذا هذا؟ ابن حجر رحمه الله يقول الهيثمي إنما اتحد الشرط والجزاء لفظا ثم تبركا بذكر الله ورسوله. ما شاء الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك بذكر الله وذكر رسوله، هو تبرك بذكر رسوله فهجرته إلى ما إلى فهجرته إلى الله ورسوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك بذكر الله ورسوله. ثم وتعليما لهما بتكراره. نعم. ثم ولكونه أبلغ في الهجرة إليهما، هذا هو أبلغ في الهجرة إليهما، يكون أبلغ يعني تشجيعا في الهجرة إلى الله ورسوله. إذ من يسعى لخدمة ملك تعليما له أجزل عطاء ممن يسعى لينال كسرة من مأدبته. رجل يعني يسعى لماذا؟ لخدمة الملك تعليما له، يعطي يعني ثوابا، أجزل عطاء ونوالا. ممن يسعى لينال كسرة من مأدبته، هذا رجل آخر يسعى لأن ينال كسرة من مأدبة الملك. لمن يعطي أكثر؟ لهذا الذي يسعى لخدمة الملك يعطيه أكثر، هو لا يلتفت إلى الكسرة ولا إلى مأدبته، بل هو يخلص النية ويسعى. نعم. لا هنا يعني لم يكرر. لماذا؟ إظهارا لعدم الاحتفال بأمرهما، أمر الدنيا وأمر المرأة، وتنبيها على أن العدول عن ذكرهما أبلغ في الزجر عن قصدهما. نعم. إذن فيه زجر أيضا عن قصد الدنيا والمرأة. ثم ما هي الدنيا؟ وهي سائر المخلوقات الموجودة قبل الدار الآخرة.
هيثمي رحمه الله قال هكذا: الدنيا سائر المخلوقات الموجودة متى قبل الدار الآخرة. وقيل الأرض مع الهواء والجو واللام نعم للتعليل. من كانت هجرته لدنيا يعني لأجل الدنيا يصيبها بامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. ثم أخيرا ذكر الإمام هيثمي رحمه الله فائدة العمل: إما رياء محل بأن يراد به غرض دنيوي فقط ولو مباحا فهو حرام لا ثواب فيه. لو كان هذا أمر مباح، هذا غرض دنيوي هو مباح، مع ذلك يراد به يعني الرياء، العمل إما رياء محل غرض دنيوي، فهذا الغرض الدنيوي مباح، لأجل ذلك هو يعمل لتحصيل هذا الغرض الدنيوي المباح، هو يعمل يعني يصلي أو يصوم أو يتصدق أو ينصح الناس أو يدرس وهكذا، أو يذكر الله تعالى أو يقرأ القرآن هكذا. لماذا؟ لتحصيل غرض دنيوي ولو كان ذلك مباحا، هو حرام لا ثواب به. وإما مشرب برياء، يعني ليس رياء محلا بل هو يعمل مع رياء ولا ثواب فيه إلا للخبر الصحيح: من عمل عملا أشرك به غيري فأنا منه بريء، هو للذي أشرك. وحمل الغزالي رحمه الله الإشراك به على المساواة، محله في إشراك دنيوي لا رياء فيه، على أن هذا لا يؤثر لا يؤثر في منع الثواب مطلقا، كما يدل عليه نص الشافعي رضي الله عنه الأصحاب: أن من هج من نية التجارة كان له ثواب بقدر قصده الحج. فإذا فيه خلاف، لو كان العمل مشربا برياء هل يثاب عليه أو لا يثاب؟ قول: لا يثاب عليه. الإمام غزالي وغيره قال: لو كان القصد الصالح والرياء مساويا على ثواب، لو كان القصد الصالح غالبا ففيه رياء ففيه ثواب هكذا. لكن نص الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم يقتضي أن له ثواب بقصده الصالح، كما بينت ذلك مع هذه بما لم أسبق إليه في حاشيتي على في حاشيتي على إله المصنف المناسك. فعلم أن من قصد بجهاده إلى كلمة الله ونيل نحو غنيمة نقص أجره ولم يبطل، لخبر مسلم: إن الغزاة إن غنموا تعجلوا ثلثي أجرهم وإلا تم لهم أجرهم. وبه يتبين حمل الأحاديث الكثيرة المصرحة بأن إرادة المجاهد الدنيا تحبط أجره على ما إذا تمحل الجهاد للدنيا. لو تمحل الجهاد للدنيا فهو محبط لثوابه وإلا لا. فمن نقض عملا لله ثم طرأ له ثم مسله أخرى، وأولا كان مخلصا عقد عملا لله تعالى وحده فقط، ثم طرأ له خاطر الرياء هل يضر أو لا يضر؟ فإن دفعه لم يضر إجماعا، وعندما طروي الرياء دفع هذا الرياء لا يضر إجماعا. وإن استرسل معه وفيه خلاف، يعني هو يستصحب مع هذا الرياء الطارئي، ففيه خلاف. والذي رجحه أحمد وجماعة من السلف رضي الله عنهم ثوابه بنيته الأولى، ومحله في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والحج دون نحو القراءة، ففيه لا أجر فيما بعد حدوث الرياء أصلا. نعم. ولو تم عمله خالصا فأثنى عليه ففرح لم يضر. ثم مسألة ثالثة: تم عمله بالإخلاص، رجل عمل عملا بالإخلاص وبعد ذلك مدحه لأجل لعمله ففرحا، هل يضر هذا الفرح؟ هل يبطل ثوابه؟ لا يبطل ثوابه. هذا قال ففرحا لم يضر، لخبر مسلم
ذاك عاجل بشرى المسلمين. نعم الحمد لله. ثم هنا أريد في ختام هذا الدرس أن نقرأ ما ذكر المدابغي حسن المدابغي رحمه الله في حاشيته على الفتح المبين في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: وحكمه الله في العناصر الأربعة. الله سبحانه وتعالى جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاكما في العناصر الأربعة. ما هي العناصر الأربعة؟ الريح والتراب والماء والنار، جعله حاكما. يعني تطيع هذه العناصر الأربعة لأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا ليس حاكما للمؤمنين فقط، وليس حاكما لجميع الناس فقط، بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاكما لجميع الخلق، حتى بالجمادات أيضا كان حاكما، بدليل قصة سارية. ثم هو يذكر مثالا مثالا، هذا قصة سارية رضي الله عنها مشهورة. فإنه جهز جيشا أرسله إلى فارس وأمر عليهم سارية رضي الله عنه، فبينما هو يخطب يوم الجمعة وقع في خاطره أن الجيش لاقى العدو وهو في وطن واد، وقد هموا بالهزيمة وبالقرب جبل، فنادى في أثناء خطبته: يا سارية الجبل، يا سارية احفل الجبل، انظر راقب جانب الجبل، هذا معنى قوله. ورفع بها صوته، هو في منبر مسجد المدينة، ورفع بها صوته، فألقاه الله في سمع سارية فانحاز بالناس للجبل، وقاتلوا العدو من جانب واحد، فنصرهم الله تعالى وفتح عليهم. رواه الواقدي وغيره في قصة أطول من هذه. قال ابن حجر رحمه الله: وإسناده صحيح وما رويا. فإذا هذا يعني تأثير وتحكيم في الريح. الريح هو الذي نقل قول عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى نهاوند، يعني إلى أذني سمع سارية رضي الله عنه. هذا قصة. كذلك قصة ثانية، ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أتت زلزلة عليمة في زمن عمر رضي الله عنه حتى كادت الجبال أن تقع من على وجه الأرض، هكذا زلزلة، نعم، من فوق الأرض، كادت الجبال أن تقع من فوق الأرض، من على وجه الأرض، من فوق وجه الأرض، وذلك عقب الفصل الذي يسمونه فصل عمواس. فضرب عمر رضي الله عنه الأرض بدرته، أي صوته، ضرب الأرض بصوته، وكان من نعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا جزء من هذه الدرة من نعل المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لها: أسكني إن لم أكن أنا عدلا فويل لعمر، فسكنت ولم يأتي بعدها مثلها. نعم، حكم هناك أيضا، هذا في التراب. نعم، ثم وما كتبه، ثم في الماء كيف كان قصته. هذا وما كتبه لنيل مصر، لنهر نيل مصر، لما كتب له عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النيل لا يزيد زيادته المعتادة إلا أن ألقي فيها امرأة بكر، فأمر أن يلقى فيه كتابه بدل المرأة. هذا قصة مشهورة. هكذا كان للنيل فولا في كل زمان، لا يزيد زيادته المعتادة، وكذلك لا يجري بل يتوقف. فإذا كانت عادتهم أن تلقى فيه امرأة جميلة متزينة هكذا. فإذا في عهد عمر هكذا توقف يعني نيل مصر. إذن كتب عمر رضي الله عنه كتابا، وأمر عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يلقي فيه هذا الكتاب. ومما هو مكتوب فيه: إنك إن إنك إن تطلع من عند الله تعالى فطلع،
وإن كنت تطلع من عند نفسك فلا حاجة لنا بك. فلم يلق فيه بعد ذلك فلم يلق فيه بعد ذلك امرأة. فإذا من حينه جرى، فهذا تحكيم في الماء. ثم تحكيم في النار ما هو؟ ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أيلا كانت تأتي كل عام نار إلى المدينة المشرفة، فشكى المسلمون ذلك لعمر رضي الله عنه، فقال لغلامه: خذ هذا الرداء، فإذا جاءت النار فافرده في وجهك وقل يا نار هذا رداء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهي ترجع لوقتها. هكذا. فلما جاءت النار لجت المسلمون، فأخذ الغلام الرداء، يعني رداء عمر، وخرج به إلى ظاهر المدينة وفرده على وجهه كما أمره سيده، يعني كما أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر لم يذهب إلى وجه النار، بل أرسل رداءه فقط. نعم. وقال يا نار ارجعي، هذا رداء عمر بن الخطاب، فرجعت في الحال ولم تعد. ما شاء الله. فإذن عمر بن الخطاب لم يذهب إلى النيل، بل أرسل مكتوبا خطابا، وكذلك هنا أرسل يعني رداء فقط. هكذا يعني آثار الصحابة، وكذلك آثار الصالحين لها تأثيرات، يعني ليست ذاتية بل من عند الله تعالى. نعم. في الريح والتراب والماء والنار وكل شيء. نعم. هذا فائدة طاعتهم وعبادتهم، تقبل الله منا ومنهم جميعا. إن شاء الله نختتم بهذا القدر درس اليوم، وسنتواصل يعني حسب الفراغ إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى التوفيق والنجاح في جميع الأمور. اللهم اغفر لنا ما تعمدنا وما أخطينا وما أعلنا وما سررنا وما أنت أعلم به منا، إن أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.